اختبار التحصيلة بلشت بأول يوم من ثالث ثانوي واستمرت راجعت مناهج أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، بس أثناء الأسبوع كنت أدرس بس ثالث ثانوي عشان هو أهم شيء وأكثر شيء بيجي منه أسئلة. لكن في أثناء العطل كنت راجع أول ثانوي وثاني ثانوي، كنت أحط لحالي برنامج باليوم بالأسبوع عشان أخلص المناهج وراجعها. بالنسبة لطريقتي بالدراسة وطريقتي بالحفظ، بس شفت أنا بس لقيت فقرة طويلة أو معقدة بحاول أقسمها لتعدادات، وبجيب دفتر مسودي وبعمله دفتر تلخيص. مثلاً مادة الأحياء بعملها دفتر خاص، مادة الفيزياء بعملها دفتر خاص وكذا، وبكتب عنوان الدرس وعلى على أول صفحة من الدفتر برنامج هذه المادة. يعني أول أسبوع بدي أخلص كذا من الكتاب ولخص كذا من الكتاب، ثاني أسبوع كذا، ثالث أسبوع كذا. كنت أقسم كل فقرة للتعدادات، الفقرات المعقدة يعني بتفصل كل معلومة عن المعلومة الثانية المهمة، وهذه تنفع أكثر شيء بالأحياء، بالفيزياء ما تنفع ولا بالرياضيات، بالأحياء هذه استخدمتها أكثر شيء.